يعني حضرتك درست في القاهرة ودرست أيضا بره، ودرست قانون ودرست اقتصاد، يعني هو السؤال البديهي يعني لماذا اتجهت من القانون إلى الاقتصاد؟ هو الحقيقة ده كان اختياري من البداية، إنه كنت بدور على الطريقة اللي أجمع بيها الموضوعين. اختياري المهني كان ولا يزال العمل بالقانون، وأنا مهنتي في القانون طول عمري، لكن حبيت أدرس الاقتصاد أيضا لأن كنت بدور على الصيغة اللي تسمح إن الواحد يقدر يبقى فاهم القانون الاقتصادي والتشريعات الاقتصادية وقضية الاستثمار وقضية الشركات من المنظورين. وكان الحقيقة يعني من بختي ومن كرم الوالد أيضا إنه قبل أن أنا أدخل جامعة القاهرة لدراسة الحقوق والجامعة الأمريكية لدراسة الاقتصاد في نفس الوقت، وكملت في المسار ده، كملت دراسة القانون بعد كده، لكن دائما القانون الاقتصادي أو القانون البنكي أو قانون سوق المال يعني في المساحة المشتركة دي. الآن يعني في العالم كله يعني بنسمع على مثلا القانون والطب، القانون والمحاماة، القانون، فكرة القانون الذي أصبح مرتبطا بكل المجالات. موضوع ده مناقشة يعني كبيرة جدا. كليات الحقوق النهاردة بتهتم بتخريج في العالم، يعني الخريجين اللي يتميزوا في مجال محدد وفي مهنة محددة، قانون الفن، قانون الرياضة، قانون التكنولوجيا إلى آخره زي ما حضرتك ذكرتي. إحنا ما زلنا هنا في مصر، ودي حاجة كويسة، متأثرين بالمدرسة الفرنسية القديمة يمكن شوية في عالم القانون، في عالم القانون، فكرة إنه ظاهرة القانون نفسها وأساس القانون نفسه يعني لازم يدرس صح الأول، ثم الناس تتفرع عنه في مجال ما تحب بعد كده. فتلاقي إن إحنا عندنا دراسة القانون الشاملة لسه غالبة. طبعا كلياتنا محتاجة تطوير وموادنا محتاجة تطوير، لكن فكرة دراسة ظاهرة القانون نفسها، يعني بشوف شباب من الصغيرين بيدرسوا دلوقتي بلاقي ان هم ما حتى بره على فكره ما فيش اهتمام بتاريخ القانون وفلسفه القانون والقانون المقارن اللي هي علوم القانون الاساسيه. واتمنى ان الاهتمام ده يستمر عندنا وبالعكس يلحق بمستويات اعلى من كده كمان.